وإلى باكستان، حيث لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم أمس، وأصيب العشرات في هجومين انتحاريين بشمال غرب البلاد. استهدف الأول مقر الاستخبارات النافذة في بيشاور، والثاني مركز شرطة في مدينة مجاورة. من ناحية أخرى، أضرم مسلحون مجهولون النار في 5 شاحنات وقود كانت في طريقها من باكستان إلى قوات الناتو في أفغانستان. هجوم انتحاري عنيف هز مدينة بيشاور، استهدف مقر الاستخبارات العسكرية وأسفر عن مقتل وجرح العشرات، ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى لوجود إصابات حرجة. سيارات الإسعاف نقلت المصابين للمستشفيات التي أعلنت فيها حالة الطوارئ. الهجوم الانتحاري أسفر كذلك عن تدمير جزء كبير من مقر الاستخبارات و50 حافلة. قوات الأمن قامت بحملة تمشيط خشية وقوع هجمات أخرى، وجمعت الأدلة من الموقع وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة. مدينة بانو القريبة من الحزام القبلي شهدت كذلك هجوما انتحاريا استهدف مقرا لقوات الأمن الباكستانية، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 6 من قوات الأمن وجرح العشرات. هجوم بيشاور كان عنيفا، أدى إلى انهيار المبنى وتدمير العشرات من السيارات فضلا عن الخسائر البشرية، ويعد انتقاما من أجهزة الأمن التي تعمل للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. العنف امتد كذلك إلى منطقة ماش، حيث أضرم مسلحون النار ب5 شاحنات للوقود كانت في طريقها من مدينة كراتشي إلى أفغانستان لتزويد قوات الناتو بالوقود. الهجمات المسلحة والانتحارية تزامنت مع استمرار العمليات العسكرية في منطقة وزيرستان بين الجيش الباكستاني وحركة طالبان، حيث يسعى الجيش إلى حسم المعركة قبل دخول البرد القارس. الهجمات على المصالح العسكرية والأمنية تعد ردة فعل للعملية التي يشنها الجيش في وزيرستان، وتدل على وجود إخفاق في الإجراءات الأمنية، ويجب على الحكومة وضع استراتيجية محكمة لمواجهة العمليات الإرهابية. تزايد معدل العمليات الانتحارية دفع الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية في البلاد عبر نشر الحواجز الأمنية ونشر المزيد من قوات الأمن، لا سيما في المناطق العسكرية والحكومية. تصاعد معدل الهجمات الانتحارية يظهر قدرة طالبان على انتقاء أهدافها وبدقة، ويظهر فشل الحكومة في مواجهة دوامة العنف التي تشهدها البلاد. عبد الرحمن حيات، النيل، قناة مصر الإخبارية، إسلام آباد.